ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لحدود علاقة الرجل الجنسية بزوجته، أولا يعني حتى تكون المسألة ببساطة يعني غير معقدة بدون شروح كثيرا، يجوز للرجل وللمرأة أن يتمتع كل منهما بكافة أجزاء كل منهما، يعني كل شيء مباح للرجل يتمتع بجسد زوجته، وكل شيء للمرأة مباح لتتمتع بجسد زوجها بالطريقة التي يريدون. لا أريد أن أفصح أكثر من ذلك، تماما كل شيء يجوز بين الرجل وزوجته إلا الجماع، يعني اللقاء الجنسي التام في الحيض، يعني الإدخال حصرا. أما يعني حتى من برة لبرة أثناء الحيض يعني مكروه كراه، أما الإدخال حرام أثناء الحيض، أي واحد. والأمر الثاني الإدخال في مخرج الغائط، يعني في الدبر، الإدخال فيه حرام، أما من برة لبرة جائز. هذا ما استقرت عليه يعني جمهور الأمة تقريبا، تماما. أما إتيان المرأة في دبرها، يعني في مخرج الغائط الإدخال فيه، هذا أمر لا يجوز، محرم، مثله مثل الحيض، حرام حرام مثل الحيض. كيف الحيض؟ إذا فعل ذلك الرجل هو آثم، إذا فعل الزوج أدخل في دبر زوجته الإدخال، أنا أتكلم ليس من من برة لبرة، ليس الملامسة، ليس الإدخال، صار لا يجوز، تماما حرام. هناك بعض الفتاوى كما ذكرت، بعض الفتاوى عند المالكية وعند غيرهم، بعض الفتاوى تجيز إتيان المرأة في دبرها، يعني في محل الشرج، لكن هذه الفتاوى يعني ضعيفة، ضعيفة جدا. والسبب في هذه الفتاوى هي روايات عن ابن عمر أنه أجاز ذلك، ولكن المحدثون وكثير من الفقهاء ردوا هذه الروايات وقالوا هي مكذوبة على ابن عمر، لأنه في روايات أخرى مناقضة لما يقول، مناقضة لما يقول، تماما مناقضة لما يقول. فلذلك هذه الروايات، حتى يعني بشكل عام الإسلام يعني يترفع عن هذه القاذورات، تمام، يعني لأنه مخرج الغائط مخرج نجس ومخرج كله جراثيم وكله كذا، فهذا يضر أصلا بالرجل وبالمرأة، يعني حتى من ناحية طبية. كذلك الحيض يعني حرمه الله عز وجل، قال قل هو أذى، لأنه فيه أذى ليس أكثر من ذلك. فلذلك نقول أنا عندي حرام لا يجوز، لكن ليس أكثر من ذلك. فإذا فعل الرجل ذلك يعني استغفر الله وتاب إلى الله وتصدق بصدقة ولا يعود إليها، أما يعني ممارستها بشكل دائم فمع الأسف يعني هذا أمر يعني قبيح جدا. أنا عندي وعند جمهور الفقهاء حرام، لكن ليس من الكبائر، يعني تدعو لأنه زوجته، لو كان غير زوجته طبعا هذا من أكبر الكبائر، عمل قوم لوط، لكن بأنه الزوجة هو ذنب من الذنوب لكن ليس من الكبائر، تماما. بس حتى تكونوا على، أما ما سوى الإتيان في الحيض والإتيان في الدبر كل شيء غير ذلك جائز وبلا كراهة بالاتفاق بينهما. وشكرا.